مساء الخير. في اليونان تشرق الشمس على صفاء وجمال، وفي لبنان يولد قانون انتخابي معقد ومشربك كصانعيه ومبتدعيه، قانون ذو أبعاد غامضة. كانت هذه تغريدة عبر منصة تويتر كتبها وليد جنبلاط في حزيران من العام الماضي تعليقا على القانون الانتخابي المقبل على لبنان في 6 أيار، والذي اتفق عليه آنذاك قبل ساعات من الوصول إلى الفراغ وانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي الممدد له. لكنه للتاريخ قال، وللذاكرة الجماعية للبنانيين، سجل موقفه موثقا عبر تويتر ثم مضى موافقا على القانون باعتباره أهون الشرور. حينها استرسل وليد بيك قائلا، إنه اختلال التوازن أوصلنا إلى آية الغموض في قانون ستكون آخرته عاطلة، مع تفسيرات متناقضة. لكن جنبلاط أستاذ الواقعية ومنظر التعامل مع الوقائع استدرك بالقول، المهم بعد صدور القانون الاستعداد للانتخابات، إنها مرحلة جديدة جميعنا ساهم فيها. اليوم لم يعد سيد المختارة يملك طرف الانتظار لفهم أبعاد القانون ونتائجه التي يتنبأ بها الجميع ويحتار فيها القوي قبل الضعيف في التركيبة اللبنانية الصعبة المراس والملأة بالمفاجآت. فبعد قراره بترشيح نجله تيمور والعزوف عن خوض الانتخابات، كيف سيدير وليد جنبلاط اللعبة الانتخابية؟ وهل اكتملت صورة مرشحيه ومسار تحالفاته ومعاركه المفترضة؟ ماذا عن الحكومة ودور التقدمي الاشتراكي فيها؟ ما هي رؤية الحزب ورأيه فيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية للبنان؟ لماذا ذاب ملح وائل أبو فاعور المطابق للمواصفات في ماء حكومة الحرير الثانية؟ وهل صحيح أنه لم يوفق في التقاط الإشارات الملكية السعودية فيما يخص التسوية الرئاسية التي باركت العماد عون رئيسا للجمهورية فيما بعد، خلافا لما نقله الوزير أبو فاعور لجنبلاط قبل حصولها؟ ماذا أنجز الوزير الذي صنف في خانة الوزراء النجوم على مدى 3 سنوات على رأس وزارة الصحة؟ وكيف يصنف معايير العلاقة مع الوزير غسان حصباني الذي خلفه في الوزارة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها اليوم على النائب وائل أبو فاعور. مساء الخير مع الوزير. مساء الخير، دمرتني كلها مرة واحدة. إن شاء الله نلحق عليهم. الله يخليك. يعني عم تتعاملوا بالحزب التقدم الاشتراكي اللي على رأسه وليد بيك جنبلاط على القانون المقبل على قاعدة ترضينا بالهم والهم مرضي فينا. تسمح لي بداية، في شغلة لفتتني اليوم كتير وحابب بداية الحلقة أحكيها. قريت اليوم خبر أنه بسويسرا عملوا تشريع جديد بجرم طبخ الكراكانت وهو حي. نعم. لأنه بيشعر بالألم. تشريع ممتاز أخلاقي من باب الرأفة بالحيوان، ولكن يعني لازم أعبر عن مدى حسرتي على الأطفال، تحديدا الأطفال السوريين والأطفال الفلسطينيين والأطفال العرب بشكل عام، وتحديدا بالمقتل اللي تحصل في غوطة دمشق اليوم. فاسمح لي بس أبلش الحلقة بإني وجه التحية لأطفال سوريا والأطفال فلسطين، ولكن بشكل خاص اليوم لأطفال سوريا بالجريمة الكبرى التي ترتكب في الغوطة. بدنا نحكي عن يعني تصوراتكم اللي عم يجري بالمنطقة بتركيا بسوريا، علاقتكم مع الروس والأمريكان، زيارتكم الأخيرة لروسيا أيضا وماذا جرى فيها. خلينا نبدأ مع الوزير مع قانون الانتخابات. لا. هذا القانون يعني حتى اللحظة الأخيرة يبدو أنكم حتستنفذوا كل الوقت، ويعني عطيتوا بعض يعني هيك الأمور الغامضة، إشارات من هون وهون، مرشح من هون وهون، يعني بالقطارة عملية الترشيح كانت، مش على النهج اللي حيمشي عليه مثلا المستقبل أو القوات اللبنانية أو التيار الوطني الحر. ف
فشو الهدف من هل كان يعني هل هذه الترشيحات اللي أتت في مكان ما لعملية جس النبض أو بالونات اختبار، ومن هم مرشحوكم الحقيقيون؟ اللي أعلنناهم، معنا مرشحين حقيقيين ومرشحين يعني مضللين أو للتضليل، لا عنا مرشحين حقيقيين، معنا مرشحين وهميين اللي تم إعلانهم الترشيحات، ويمكن يكون في بعض ترشيحات أخرى. الفكرة الأساسية هو أنه أولا قانون الانتخاب اللي أقر واللي كان فيه استهدافات سياسية لدى بعض اللي أوحوا فيه، سواء بالجانب النسبي أو بالجانب التفضيلي، اللي هو كان الهدف الأساسي فيه تطييف قانون الانتخاب. أعتقد أنه كمان اللي أعدوه واللي طبخوه ما كانوا عارفين حالهم أنه عمر يوصلوا. وأنا بتذكر أنه يوم إقرار الجلسة الأخيرة لإقرار قانون الانتخاب، اللي بذكر أنه نحن اعترضنا عليه، نحن كنا ضد هذا القانون، وكنا الطرف الوحيد الذي أعلن يعني صراحة بأنه ضد الصوت التفضيلي، ضد الأكثرية بهذا الشكل، لأنه فاقد يعني إذا كان سابقا يقال عن النسبية بأنه هو طرح إصلاحي، هل في هذا القانون ما يحمل رائحة الإصلاح؟ بالتأكيد لا. على كل الأحوال كل حتى الإصلاحات المذكورة بمتنه لم يتم تطبيقها. يعني ما بتصور هذا جزء من اللي كان مطلوب، بس حتى فكرة النسبية اللي كانت هي طرح إصلاحي تم إفراغها من محتواها بموضوع الصوت التفضيلي اللي هو تطييف لقانون الانتخاب. وأنا بتذكر بآخر جلسة خرجت واتصلت بالنائب ولي جملات كان مسافر، وقلت له أنه القانون سيكون على هذه الشكل، وكان خيار بين أنه نقلب الطاولة، قال لي نحن ميزان القوى لا يسمح بقلب الطاولة، بنسجل اعتراضنا، وسجلنا اعتراضنا، أنه للأسف ميزان القوى الذي حصل أدى إلى هذا القانون. هلأ المختلف يعني المرة، مختلف بدي قاطعك عفوا، أنه المرة لا مرجعية سياسية للتحالفات، وهذه الانتخابات لا تجري على أساس سياسي ولا على أساس معيار سياسي. اللي بيحصل حاليا هو أنه المصلحة الانتخابية المباشرة أو الانتهازية بالمعنى الإيجابي الانتخابية هي اللي بتحكم التحالفات. لذلك أنت شايف اليوم ما في يعني بال 2005-2009 كان في الصفافات واضحة، هذه الانتخابات كأنها تنتمي إلى عصر السابق، مع انه انتم كنتوا اول من طالب بالنسبيه يعني بستينيات القرن الماضي. بالسبعينيات طلبنا بالبرنامج اصلاح المرحله للحركه الوطنيه اللبنانيه، ولكن ما افسد النسبيه هو تطييف القانون عبر بالصوت التفضيلي. هل اصبح فعلا يعني هو قريب من القانون الارثوذكسي؟ نصف ارثوذكسي او ارثوذكسي مقنع او ارثوذكسي مقنع. دخلنا لأنه ميزان القوى فرض ذلك، ولأنه للأسف لأنه ما كنتوا بتقدروا أصلا تقلبوا الطاولة يعني على أحد، وضعكم الآن لم يعد كما كان في السابق. يعني بتصور كمان مكون كبير كالمكون الذي يمثله الحزب الاشتراكي، المكون السياسي وليس الطائفي، أعتقد أنه كان بإمكانه أنه في لحظة ما نتيجة التزامات سياسية تم إعلانها معه من قبل أطراف وازنة، كان ممكن انه يعني يقلب الطاولة، ولكن قلب الطاولة كان كمان كلفته يمكن انه يصير تأجيل للانتخابات او ما يصير انتخابات، ولم نرد ان نتحمل هذه المسؤولية في ذلك الوقت. حاولنا، وبذكر نحن انضمينا لاجتماعات قانون الانتخاب فقط باخر 3 اجتماعات. صحيح، اصلا كان عندكم اعتراض بمرحلة على غازي العريضي على اجتماع بوزارة الخارجية، وانا شاركت باجتماعين او 3 ببيت الوسط وبالسراي الحكومي، وكان يعني كان موقفنا واضح بانه نحن ضد هذا القانون. هلا القانون صار امر واقع والانتخابات ستجري عليه، اولى نتائجه انه لن يكون هناك معيار سياسي واضح، لن يكون هناك اساس سياسي للتحالفات، بل اللعبه هي لعبه مصالح انتخابيه مباشره، ورح نشوف ما يدهش انتخابيا، يعني رح تشوف طرف متحالف مع طرف بمكان ومتنازع معه بمكان اخر، رح تشوف تحالفات بدون أي معنى سياسي، بدون أي طرح سياسي مستقبلي، لا على مستوى البرامج ولا على مستوى القناعات السياسية. للطفت بقولك يعني أنه الانتهازية السياسية الإيجابية عم بتمارسوا الانتهازية السياسية مثل غيرنا. الإيجابية يعني عم نسعى مثل غيرنا لحفظ مكانتنا السياسية بالنظام السياسي، اللي نحن بنعتقد بأنه بعض الذين أعدوا لهذا القانون كان عندهم في يعني قرارة نفسهم محاولة لضرب الحالة الوطنية التي يمثلها وليد جملاط، أو الهالة الوطنية التي يمثلها وليد جملاط. كان مطلوب أنه وليد جملاط بس يعني يكون حالة بعض طائفية حتى ليس طائفية، ما بيهون عليه أنه وليد جملاط يكون عنده نواب من يعني وهذا اللي حيصير.
اللي خططوا له حيصير؟ لا مش ضروري، لا مش ضروري، مش بالضروره. هلا بدنا نشوف اذا يعني بيقطعكم المرشحين، هل حزب الله مشارك بهذا الشيء اللي عم بتقوله؟ لا على الاطلاق، على الاطلاق. حزب الله قال موقف اساسي هو والرئيس بري انه نحن اي قانون انتخاب يرفض وليد جنبلاط نحن ما بنقبل فيه. ومن شان هيك تمت مداريتكم بمساله الشوف وضم علي الى الشوف. يعني نوعا ما خففت من الاضرار. وبتصور التحدي الاساسي الان عنا هو هل يدخل تيمور جنبلاط الى المجلس النيابي كما دخل كمال جنبلاط وكما دخل وليد جنبلاط ممثلا لحاله وطنيه في معظم الطوائف اللبنانية أو لا يدخل. قناعتنا أن تيمور جنبلاط سيدخل المجلس النيابي بكتلة وطنية وازنة من كل الأطراف. وستكون أنت العراب السياسي؟ لا بس العراب السياسي، أنا واحد من فريق العمل المتعدد الذي يساعد تيمور جنبلاط في هذا الأمر. ولكن إذا كان فعليا حدا يعني لديه هذا الوهم بأنه بإمكان أن يركن وليد جنبلاط في ركن طائفي قصي بعيد، أن له ذلك. طيب يعني أنت رفيق، بس تكون رفيق أول يعني لتيمور باك؟ ما في رفيق أول ورفيق تاني. الحزب كله أهم شيء بالحزب أنه لا في اعتبارات بروتوكولية ولا في اعتبارات مراتب. في رئيس الحزب نسمعهم يعني كمان بالحزب الشيوعي بروسيا أيام الاتحاد السوفيتي، في رفقاء لهم يعني مراتب. شفت وين انتهى الحزب الشيوعي وشو وين انتهينا نحن؟ نحن بعدنا موجودين وبعدنا حيويين وبعدنا بنستقطب ناس وبعدنا بنمثل مساحة حرية للناس. لا شيء يجمع بيننا وبين هذه التجارب، رغم أنه بتجربة الحزب الشيوعي السوفيتي تجربة كونية غنية وأنا من الناس اللي بيعتزوا فيها. هلأ يعني رجعت عدلت الموقف بالنسبة للتجربة السوفيتية. على كل الأحوال هذا موضوع يطول، بدنا نرجع مع الوزير لمسألة مرشحينكم. بدنا ننتقل لتقرير نشوف من هم هؤلاء المرشحين، وهل فعلا أدخلتوا أو عم بتحاولوا تدخلوا وجوه جديدة للمجلس النواب كما كنتوا عم تقولوا بالفترة السابقة، أم أنه اقتصر الأمر على الوريث السياسي اللي يعني آل جنبلاط تيمور بيك جنبلاط. مشاهدينا مع هذا التقرير مرشحي الحزب التقدمي الاشتراكي، وبعده نعود لمتابعة الحوار. بعد صولات وجولات من المشاورات الداخلية، حسم الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي أسماء المرشحين إلى الانتخابات التشريعية في أيار 2018، وقد رسى الخيار على 10 مرشحين لخوض السباق البرلماني في 5 دوائر انتخابية موزعين على الشكل التالي: في الشوف تيمور وليد جنبلاط والوزير مروان حميدة عن المقعدين الدرزيين، النائب نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي، الدكتور بلال عبدالله عن أحد المقعدين السنيين، والنائب إلي عون عن المقعد الماروني. في علي النائب هاري حلو عن المقعد الماروني، النائب أكرم شهيب عن أحد المقعدين الدرزيين. في البقاع الغربي النائب وائل أبو فعور عن المقعد الدرزي. في بعبدة هادي أبو الحسن عن المقعد الدرزي، وفي بيروت الثانية فيصل الصايغ عن المقعد الدرزي. وبعد، إذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي حسم خياراته بالنسبة للمرشحين، فإن التحالفات الانتخابية لا تزال محور مفاوضات شاقة مع غالبية الأحزاب اللبنانية الفاعلة في هذه الدوائر الخمس، والتي ستتواصل في الأيام والأسابيع المقبلة حتى تصل إلى اتفاقات نهائية. مين مع الوزير اول مرشحين العشرة من هؤلاء لانه تتخلوا عنه هلا بالمرحله المقبله؟ ليش مفترض انه رح نتخلى عن حدا؟ يعني ليش مفترض؟ عم نفترض انه كلهم متمسكين فيهم للاخر؟ ايه ليش لا؟ قد ايه متوقعين كتله يعني نيابيه بال 9 نواب للعشر نواب؟ اقل من هيك بتعتبروها خساره؟ مش ضروري، هيدي بالنهايه انتخابات، ولكن نحن مثلنا مثل كل الكتل رح ينزل حجمها. يعني كل الكتل النيابيه بموجب القانون الحالي رح ينزل حجمها. نحن رح يعني ينال قال حزب الله ثنائيه حزب الله وحركه امل ما حينزل، تيار وطن حر ممكن ما ينزل ايضا. لا بتصور يعني ما بعرف، في تقديرات مختلفه. باعتقادنا انه معظم الكتل النيابيه رح ينزل حجمها. بالنسبه لنا قياسا للاستهداف السياسي الذي كان قائما، حجم يعني الانخفاض بالعدد سيكون مقبول. هلا نحكي عن موضوع التوريث السياسي. تيمور جنبلاط هو وريث شرعي طبيعي لدار المختارة ولوليد جنبلاط، والتحدي كما يقول وليد جنبلاط هو أمام تيمور جنبلاط. وقناعتي أن تيمور لن يكون فقط وارث سياسي بل سيكون باعثا سياسيا
على عادة البيت الجملاطي البيدر الجملاطي اللي كل حدا بيجي بيقدم مساهمة جديدة. من يومين كان عنده تيمور جملاط كلمة بإقليم الخروب، كانت ملفتة واستغرب الناس انه طلع حكي عن الأخلاقيات السياسية. يعني هذه من اذا مش يعني من الاوائل الكلمات اللي بنسمع فيها تيمور جملاط الى العلن، وخارج السياق السياسي، لانه عاده اليوم السياسيين منا وجر اللي بيطلعوا بيصيروا ينظروا لنظرياتهم لارائهم. بس ليه طول هالقد؟ يعني انا بدنا نفتح موضوع تيمور وليد جملاط، ليه طول هالقد لخرج الى العلن؟ هو اللي بيختار المناسبه وسيكون لديه. يعني هل لم يكن مهيا ام هل انه انتم تريثتوا باظهاره؟ يعني اولا هو قراره، قرار تيمور جملاط هو قرار بياخذه امتى بيظهره، وهو كان حابب يختار المناسبه اللي بيظهر فيها. وهو سابقا للعلم طلب منه في اكثر من مناسبه انه يحكي، رفض الحديث لانه قال انا بختار المناسبه. صحيح هذا خيار عند تيمور جملاط، ولكن ما استطيع جزمه انه تيمور جملاط سيكون له اطلالات متعدده، ويعني يمكن بطبيعه الحال انه المفترض يقود مرحله وسيكون باعثا لافكار جديده في الحياه السياسيه. طيب التوريث السياسي بحزب تقدمي واشتراكي، يعني شو الشرح به؟ يعني هون في تناقض، هو عم يورث المقعد النيابي اللي هي مرجعيه المختار اللي هو بيت وطني، الا اذا كان في حدا من اللبنانيين واهم انه نحن طيب وليد جملاط مقرر انه بكره بيوم الايام يسكر البيت المختار ويعلن اعتزال العمل السياسي. هذا بيت سياسي عمره 300-400 سنة كان مستمرا وسيبقى مستمرا، وبالتالي تيمور جملاط اليوم في الموقع الصحيح، في موقع استلام الكوفية اللي أصر وليد جملاط عنه ما يلبسه عبي للابتعاد عن، لأنه الجملاطية قبل كمال جملاط شيء وبعد كمال جملاط شيء بطبيعة الحال. هذا الجملاطية بعد كمال جملاط صارت تيار فكري، صارت تيار سياسي، صارت لم تعد فقط مجرد بيت سياسي لبناني. عروبي عابر للطوائف، قومي مدرسي بالانتماء العروبي، بالقضية الفلسطينية، بالقضية الإنسانية. كمال جملاط طبيعة الحال من أول العرب اللي حكوا بهذا الأمر، ومن أول الناس اللي حاولوا أنه أي أنسنوا حتى الاشتراكية. وبالتالي كمال جملاط اليوم أصبح دار المختارة والبيت الجملاطي أصبح أمر مختلف كليا. تيمور يأتي لكي يكمل هذا الإرث وهذه المسيرة ويقودها. طيب مع الوزير سؤالي، يعني بدي أرجع للمرشحين اللي استعرضنا أسماء اليوم في غربلة، يعني الكل مش بس أنتو، كل الأحزاب مضطرة في مكان ما للتخلي عن أسماء معينة حتى لو كانت بتريد أن توصلها للندوة البرلمانية. اليوم في أسماء محسومة مثلا، يعني وائل أبو فعور بالبقاع الغربي راشية، ما اسم يعني مش مستعدين مثلا أنه تتفاوضوا عليه كعم نحكي كحزب، إنما في أسماء أخرى قد تكونوا مستعدين للتفاوض حولها. مين هن الأسماء الثابتة واللي ما في إمكانية للتنازل عنها، ومين هي الأسماء المتأرجحة؟ ما في أسماء متأرجحة، الأسماء التي أعلنت هي أسماء للمنافسة الانتخابية. وتم اعتماد، يعني نحن ما مش من النوع اللي بنتاجر بالأسماء، كمان نحترم المرشحين وبنحترم الناس اللي موجودين، إن كان من الوجوه المخضرمة اللي موجودة بعدها بكتل الترشيحات اللقاء الديمقراطي، أو الوجوه الجديدة اللي هي بالنسبة لنا تجارب نادرة في الحزب التقدم الاشتراكي، حريصين عليها مثل ما حريصين على الوجوه المخضرمة. أو شيء تجارب نادرة، تاني شيء يعني اللي يعني ما عندكم ما عم بتقدموا وجوه جديدة. مين الوجوه الجديدة غير يعني هادي أبو الحسن؟ مش وجه جديد، يعني وجه جديد يمكن بالعمل السياسي، بإدخاله إلى العمل السياسي. هادي أبو الحسن تجربة حزبية رائدة، تجربة تنظيمية رائدة، من أكثر المسؤولين الحزبيين اللي عندهم حضور حزبي وفعالية حزبية، ووجه جديد وإطلالي بيعتز فيها الحزب الاشتراكي، يأتي ليكمل ما بدأه الأستاذ أيمن شخير اللي هو شخص حمل هذا الهم على مدى سنوات وسنوات بكل أمانة إلى جانب وليد جملاط. فيصل الصايغ كمان تجربة راقية حضرية، جاي من العمل العام، جاي اساسا مسؤوليه، كان محافظ، عمل نائب قبل بمره، محافظ بيروت ونائب، يعني منه جديد بالضبط. ويكمل ايضا تجربه السيد هادي ابو الحسن، منه جديد، يعني مثل ما كنت عم تتفضل تجربه جديده. عم نحكي يعني روح الشباب، وال ما في الا تيمور جملاط اللي هي يعني انه تدخله مثل القوات اللبنانيه مثلا عم بتدخل عناصر جديده، النساء، عنصر النساء،
وانتم هاي امور يعني بتحاضروا فيها بموضوع ده. بموضوع تمثيل المرأة تيمور جملاط عنده رأي بهذا الامر، ولكن المرة بتصور التحضيرات الانتخابية ما سمحت فرصة لإيجاد مساحة لتمثيل المرأة، ولكنه عازم على إيجاد مساحة لهذا الامر. بالعكس هادي بالحسن، فيصل الصايغ، الدكتور بلال عبد الله، كل وجوه بعتقد انه مش على مستوى يعني انه الشباب بالعمر، على مستوى تجربي وعلى مستوى ما يمكن تقديمه، انا برايي سيكون هناك فارق كبير يضيف الى الارث اللي حققه قبل ايمن شقير، رفيق غازي العريضي اللي هو تجربه نعتز فيها بالحزب الاشتراكي، رفيق علاء طرو اللي حمل المسؤوليه بكل اعتزاز وبكل يعني على مدى اكثر شجاعة على مدى سنوات. لذلك لا، بالعكس بالاسماء اللي نحن مقدمينها نحن نفتخر بهذه الاسماء، ونحن بنعتبر انه اكثر يعني تقريبا 4 أو 5 أسماء اللي من اصل النواب الحزبيين عندنا 4 أسماء نعم بيتغيروا، وبالتالي هذا تغيير هائل، تغيير كبير، لكنه من البيت الحزبي يعني. طب شو بنستورد؟ ما يعني بالعكس، ما هذه كيف ممكن تعطي قيمه للعمل الحزبي؟ كيف ممكن تعطي مثال صالح للعمل الحزبي اذا مش الانسان اللي بينجح بالعمل الحزبي بكل شجاعة وبكل تفاني ما بيتم تقديمه إلى المواقع الوطنية؟ كيف ممكن تعطي مثل تحفيز للعمل الحزبي؟ نرجع يعني نراجع هاي الأمثلة ونستعرض الأسماء، نرجع نعم. معك على الأسماء اللي رشحتوهن، ولكن مشاهدينا هذا فاصل قصير ونعود لمتابعة هذا الحوار مع معالي الوزير وائل أبو فاعو.